بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلة. مقعي عبد القادر عبد السلام سياد، احنا سوي صون غن إن شاء الله تعالى التربية الإسلامية. وحين ما انتقادنا إن أيها الإخوة والأخوات، أيها الطلبة شرفاء، وحين قادنا إن درس كلابات أما عشر كلابات شابتر كيس الدحاد تربية الإسلام كعلم تفسير هل عشر بينك سوى هذا الني عشر كمان طلبات وحكاها ليا تعريف علم التفسير الكاسوب بدني هاي أقسام التفسير كانوا بكسي حيو دونته شروط دا قف كمفسر كهي قرآن كفسر شروط دي سي آدابتي أخلاقيات كالقربه فإن شاء الله تعالى نكسي حيو دونه إلى هيدن كيس مركا خريبين أولاقاقين بإذن الله العظيم وحان ذكر الجاني هيدن كرينات سوى عولة سعطان درسنا وحاور دعوة هدفتي سكو أرد يقولوا يقانه شروط قف كمفسر كانوا يقان وفهنسي هاي أرد يقول قف كمفسر كان القرآن كفلاه فسرية أخلاقيات كسي آلاف يو حلقة دوني وينو يقانه سدوا كلا تأرد وينو فهمه أخلاق عام كهي جود مفسر كه قلب كستحان وحويه الترك والتحذير من التفاسير الباطلة المخالفة لمنهج أهل السنة أما منهج المفسرين تفاسير خلخلدان أما باطل كأه أو شرعة الإسلام ككهر ما نسا إلا أن ضد واحد شريات رافض ضد وجوه الرئيس رافض ضد نمك اللي هذا شيعة تناع الشريعة أو قرآن ككون فسره ورود سيجع الله تهاي وحضون ويسكنها هي waxaa kale oo jira dad aan dadka iyaguna ka fogay oo iyaguna hawadooda iyo waxay la muuqato ku fasiray quraanka ka ardaygu marka qofka ardayga ah maanta form 4 ka weyn iska jira cid wax ka baranayo cid ay tahay weyn iska jira ee hadaynu si dhex galo 10 keenaha ayo alikhwa tafsir marka la qaxayo luqada waxa lagu yiraahdaa al bayan wal idah wal kash inta was kumid tafsir iyo bayan iyo idah iyo kash was kumid wi kullu was kumid waa waa cadeyn wey wax lagu cadeey wey fasir dalik ii cadeey ii cadeey ha qofa wax ku sheegay qumuuda waxoogaa si isugu yara duuduuban oo markii aan ku cadeyn markaas aad fasir dalik bimaana bayin waddih cadeey wey warka cadeey kashf daah ka qaad xagga istilaaxa sharciga culimadu u dajiyeen ama xagga sharci ahaan waxa loo yaqaan tafsiir marka tafsiir liyaado sharci ahaan urfan waxa loo yaqaan أو عن عندك خلدم وحي علم تبين به معاني القرآن وأحكامه وألفاظ وعلم قرآن كريم كوعدية معانيه معانيه هي أحكام تيحكم ككثرة هي ألفاظ قرآن كرياضة هذا كوفسر له علم تبين به وعلم كوعدين هي معاني القرآن وأحكامه قرآن مسوي نوعنا أحكام بعفك كايس إلى يوحي ما فرطنا في الكتاب من شيء وحبا كما مغنى قرآن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وحي هرية وحي دنبية واحد حذان أبو كله مرك أحكام تاس إيا ألفاظ داس قرآن كوشرتا إيا معاني دا علمك كو عدا إيا وحلو يغانا علم التفسير وحي سوق دقلية قراءات كيبا سوق دقلية علمك لو يغانا علم القراءات وأسوي علم دخ بنانا تفسير كو دقلية الناسخ والمنسوخ وإنت بدنا سوى الفقه لغا الله يغانا يا سوق دقلية وحي سوق دقلية أسباب النزول سبب نزولك ومعنيه ياي كلمة دورت الناسخ والمنسوخ عدينا ناسخ وعي القرآن كسوء سنة سخي محاوح نسخي والمنسوخ محاصل نسخي آيات الله نسخي هي توح نسخي تفسير كسوء ذا قلي أسباب النزول كسوء ذا قلي أسونا ومعنيه سي ياي آيات كسوء القرآن كإلهي كاميله سببت أي كسوء دكتي إلان وحكا استسبب لي قرآن كغار بدن بها السبب لي ومكين أعطان على دراد اللي هلي سوء دكي ها أسباب النزول بالي تصالحان marka inuu ka soo hadlayo fiqiga shalay dhahar ko kale to walladina yudahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatum min ummahatim illa la ay waladna ayat ka soo kala sabab ay lahayn gabadhii loon jiray khawla bintu thalaba oo ninkeedii ka dacwootay oo nabigu yiri waxba kuma hayo bas ba sabab ay aad soo dig wa garti waxa kamid ah xagga luqada tafsiirku calaaqad bu leeyahay xagga luqada si gaar ahaan balaaqada cilmiga loo yaqaan cilmi bulbayaan i'jaazka quraanka mucjisanimadiis إعرابته يبابه نحو مركا لقل أحكامته قرآنك كترته إيه علم فربضان وإنتها كسي فربضان وقرآنك أوسان كم مارموه
ama qofka mufasirka ah oo qur-aanka fasiraya uu u baahan yahay aw yaxtaaj ilayha fi tafsiirihi, qur-aanku uu u baahan yahay gayraha min aculuumi alatii yahdii ilayha alqur'aan, qur-aanka ayaa kugu hagaya culuumtaasoo dhan qur-aanka asal u ah, naasikh haday tahay mansuukh iyo asbaabu nuzuul iyo balaaqadii iyo ijaaskii iyo axkaamta qur-aanka iyo icraabaadkiisi iyo kulli qur-aanka asal u asaga kugu hagahay, ama wuu u baahan yahay oo qur-aan kama maarmo. marka qur-aan fasiraysa haddaadan balaaqada aqoon ama luqadda aqoon ama axkaamta shariicada wax ka aqoon ama icraabta iyo naxwada wax ka aqoon ama naasikh iyo mansuukh aqoon ama asbaabu nuzuulka aqoon, dee qur-aan ma fasiri kartid, waa gartid. waxaynu ku xigaa shuruud almufassir wa aadaabi, qofka odhanaya kitaabka ilaahay baan fasiraya oo mufasir baa noqonaya oo culuumta shareecada cilmiga ugu horeeya ee kitaabka ilaahaya ee munazzalka ah ee fowqa sabca samaad ahay ka soo dejiyey ee kalaamka ilaahay aan fasiraya, qofka odhanaya qof sahalalma ha soomaalida waxay tiraa nin durbaantuntay inaaq dalbay mufasir baa noqonaya nin yidhi hawl adag baa u taalla iska dhexgal ma ah. muxuu ku yahay marka day tafsiiru kitaab illaahi laysa bilamr sahl لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهذا الإلهي كلام كإله من فسر يا أرن فضض معها أرن سهلا معها وهذا الإلهي باطل مصر لحقره ها فيجب ألا يتناوله بالتفسير والبيان إلا العلماء الصالحون قف قرآن كفسر يا وينو يهدتك كمدي يهدتك علماء صالحين تاهي أقون تأولي اسكو درصدي أقون لك ليه العلماء وهدتك أقون تدين تاهي صالح مرك ليه هذا حلال ميرتك هي وناكسين الدين تاهي كل رقمه إلا أن علمي هذا انتبرتي هذا كل رقمين علمي كوما واتقانا لكن صالح متهد كما هبوني قف وناكسين متهد قف كل رسول متهد مفسر ما نقوم كرتين taa cagsigaad haddaad saalix kasta tahay si kasta u wanaagsan tahay ilaa aad cilmi yeelato aqoon diineed yeelatana waxba ma fasiri kartid. alladiina kuwaasoo tatawafar fiihim shuruudu lmufassir, waa in laga helaa dadka noocaasa culimada noocaas laftinas culimaan ahay oo saalixana laysaga hari maayi, waa in shuruuddan soo socota laga helaa, shuruudda looga baahayo qofka mufasirka. shuruuddaasoo dhowr meelood bay ka timaadaa. kow, caqiidada. labo, aqoonta. saddex, habdhaqanka الاعتقادية والعلمية والخلقية. انت اصبح لك ايجية لان الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظه عن عبث العابثين. سببتها انت ان لغافر شوحة كينية ربي سبحانه وتعالى قرآنك وك الى لي قعمها عيار ياش انت قرآنك كوين قرآنك لغو عياره وصودنا الغيار لهي ما أقول سبحانه وتعالى ها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. قفا عقيدها ورسنين qofaan aqoon ahaan u dhisnay, qofaan akhlaaq ahaan u dhisnay, dee qur-aanka ilaahay faraha baa lama geli karo, waayo qur-aanka ilaahay baa ilaashanay. ha ilaahay baa ilaashanaya subxaanahu watacaala. qur-aanka waxaa lagu ilaalinayaa hub casriya lagu ilaaliya, qofna faraha lama geli karo. ilaahay subxaanahu watacaala baa ilaashanaya, asagana kafaalo qaaday oo ballan qaaday cid allaale ciddii isku dayda inay ku ciyaartay inuu meel adag saaro, waa gartay. وقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم نبي وحو كدقي صلوات الله وسلامه عليه من تفسير القرآن والقول فيه بغير علم وفرس قرآن كإن لا إسكد حقاله أو قرآن كلاقها الله أو قرآن كلافسره بغير علم هذا نقوله إسكد حقا شو إسكد حقا مطو رسول هو كدقي عليه الصلاة والسلام واقرت ابن عباس بحال لقبل رضي الله تعالى عنه ما قال وحيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كويري من قال في القرآن بغير علم قفك القرآن كدحقل أو فسر أسوأ أقول هاي فليتبوأ مقعده من النار. الله أكبر قفك القرآن كأفكار لقلا أسوأ أقول هاي وعلم أقول هاي وأن علمك يدي هاي قفك القرآن كأفكار لقلا فليتبوأ مقعده من النار. رسول كويري هذا يرصد كرسي سينار أو كلها هذا يرصد. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. إمام الترمذي أي صوص عري حديث كسوي وقرت قفك صحابة رضوان الله عليهم يا تابعينتي يا سلفك آد يا آد يا آد بقول بسنشرين إن أي قرآن كأفك لقلان يغن أقول أولا هين وحي شيئية وفرسية. فقد كان الصحابة والتابعون وأئمة السلف كل قد سكدروا يتحرجون لبعيرين بيدري بيشري ولبسنشري عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به وحسن أقول هين وكتاب كلا هي إن كه الله نأفك لقلان آد بيقول لبسنشرين دوب كودي يشير كودو أرنتا واكي يحي يحي كريو هاي لكن قف قد أقول لي هاي
quraanka ku hadli karaa ama manta kalama fil quraani u fasaro bima ya'lam min dalika luqatan wa shar'an haduu qofkii luqaha ahaan wax u garanayo oo sharci ahaan u garanayo oo adabti laga helo oo akhlaaqeedka laga helo oo aqlidu saxan tahay oo cilmigeeda leeyahay inuu quraanka fasiro la baas bi laakiin qad wadaa culamaa liman yufassir alquraan shuruudan wa aadaban culimadu waxay u dajiyeen qofka quraanka fasiraya akhlaaqiyad iyo shuruud iyo aadaab u dajiyeen aadaabtaas waxa ugu horeeya kuwa ka soo socda kow salaamatu al-i'tiqaad qofkaas waa inuu qof caqiide fayow caqiidadiisu waa inay fayowda caqiidada xagee laga eegaya ma waa caqiide fayowba miya la iska dhahayaa saas lagu deynaya may an yakuna multaziman bima jaa'a fil kitaabi was-sunnah wa ma calayhi as-saxaaba was-salafu as-saalih intaa waa inuu qofkaas diinu tahay caqiidadii nabiga calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay sunnada nabiga saxaabada rasuulillahi salafkeenni barakaysnaa ee saxaabada ugu horeeyaan taabiciintu ku xigto taabiciintu ku xigto waman tabicahum biixsaan ilaa yawmiddiin dariiqa waynu hayaa qofka markaasa waxa la odhanayaa salaamatu al-i'tiqaad caqiidadiisa nadiifa markaasa wax laga qaadanayo falaa yuqbal laa aqbali maayo la qaadana maayo tafsiir asxaabi albidac kaalmuctazilati waaljahmiyati waalbaadiniyati waqulaati asuufiyati waalqabuuriyati dadka noocaasa wax laga barta maa waa iyagii baama hagaagsanayn qofan caqiid ahaan baa u dhisnayn oo muctazili ah oo ictizaalku waxa weeye qofku inuu yidhaahdo waxa iska ictizaal jihatu lictizaal ku sifoobo ama jahmiyay yahay ama baadiniyad yahay baadiniyadu waa dadka cilmigeenaan adduunka jira maaysna cilmi kale haystaano cilmi baadili aan aqoron qulaatu suufiya qabuuri xabaalahaasu ku wareegaado meelahaasu iska lafalafaystaa qofka noocaas oo kaleeta wax laga barto ma ah ha geed raamalehe derbiyada taagane isagu waa meelahaas ka taagan inuu quraan baan kugu fasirahaya quraan kaga dhegayso adna adaba socoto oo bugaag iyo kitaabo weyn ka daba sidato taas waa dulnimo ku haysata wey xabaal ninku dul wareegahaya inaad tiraahdo waxaa ka liyaado kaasaa cilmi ka baranaya sax ma qof cilmi baadin haysto iyo ku oranayo cilmigan daahirkahe adduunka yaale qur-aankan iyo xadiidkan ba aruguma haysto oo cilmi qarsoon oo cidna ogeyn ba anay cilmiya inaasna wax ka daba gurato saxna maaha muctazilada iyo jahmiyadu hadda adduunku waa badnaba waa hore firiq jirijirayo baaba'ayo iska baaba'ayo iska eberkoodaw hadda laakiin qolyo ka dareen baa joogay li'annahum yufasiru lqur'aana laa yufasiruna lqur'aan ilaa bihawaahum annafsi qur'aanka wax kalba kuma fasiraa hawadooda ku fasira hawadooda waxay u rabaan bay ku fasiraa وكذلك من خالف اهل السنه والجماعه في تفسيره فهو مردود قف وحا جرى اهل السنه وناغسن وناغسن او طريق سعر است عقيدس اوكي تا اسكا اوكي اسكا لاغا لكن امتي كلو دنا دن باي مرت اسغنا دن بو مر شاد باليا تفسير شاد لقادن ماي لقادن ماي تفسير لقادن قف كو شيخ لصعيا شروط المفسر كو دن بوخي اوكي وا قف نظيفه وي اهل السنه لكن امه اسلاميه او دن با جهه مرتي اسغنا جهو مري laga qaadan maayo ummad islaamiya la raaciy sabab kaligis ma saxna umma islaamiya meesha ay martay ba saxan oo wax weeye jamaacada laga mahar waan shadda fi nar wa gartay waxa kamida shuruuda qofka laga doonayo al ihadatu ala wajhi al umum bi ulum al quraan wa usul al tafsir ka ilm al qiraat wa al nasikh wa al mansukh wa asbab al nuzul wal khas wal aam wal mudlaq wal muqayyad wa waynu yaqana wa ilu ulumta u khidmaysa quraanka wi al-ihada qofka waa inuu bartay si guud waa inuu bartay culuumta quraanka u khidmaysa usul tafsiirka casharka hadda waa duru darsigeena hadaan ku jirnaa wey cilmi al-qiraa'aatka ha culuumta lagu barta qiraa'aatka aayada waxna saxday iyo talana saxay sababu nuzulka aayadan waxay ku soo dirtay afasireyso aam iyo khaas aayadka si guud u hadlay aayadka si gaar qolo walaalo mutlaq iyo muqayyad ku khaaski iyo aamka hoos tagayaan iyo wala qayb ka yihiin al-khaas wal-aam wal-mutlaq wal-muqayyad dan marka laga fiirsho waa isku mid wey laakiin waa culuum kale usul fiqh lagu bartaa wey wa nahwi dalik khaas waa aayad si gaar qolo u hadlaysa aamna waa aayad si guud u hadlaysa mutlaq iyadu waa guud muqayyadna waa soo koobid aayad cilmigeedu caam yahay waa laga yaabaa in mid kale soo koobto warkii la soo urursa shardiga ku xiga wax weeye al-ilmaam bit-tafsiir al-ma'thuur an rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam wa an as-saxaabati wa a'imati al-mufassirin qofka qur'aanka fasiraya oo mufassirka noqonayo cilmiga tafsiirka laga doonaya waa inuu aqoon u leeyahay tafsiirkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada iyo a'imatu tafsiir oo aan gaari doono kutubtooda insha allahu tacala casharada dambe ku qaadan doono waa inuu aqoon u leeyahay qofa nebi maxamed ba tafsiirkiisa garanay oo saxaabada tafsiirkoodii garanay oo a'imatu tafsiir waxba ka aqoonin in tafsiir laga dhegaysto sax ma aha wey iyadu waa gartay waxaa ku xiga isaguna oo muhiim ah alfahmu walfiqhu fi ddiin qofka qur-aanka fasiraya waa inuu diinta islaamka aqoon fiican u leeyahay calaa wajhi lcumuum si guud si guud waa inuu diinta u yaqaana
فلا يقبل تفسير الجاهل عن احكام الشرعي لان انا احكام الشريعه ده واكاغ ها سو ويس استغرن ماي صلاه واكا غلطنت فاتحنا مسح كر بقران كفسرها كقادنسا ما الفهم والفقه في الدين على وجه العموم سجود من الدين وحن قود من الدين كي يغانا فلا يقبل تفسير الجاهل عن أحكام الشرعية وحاكم إذا أيضنا الاستقامة على السنة قفك السنة دي نيم حد وينه كتوسي السنة دي نيم عليه الصلاة والسلام وينه كتوسي والاتساب بالأخلاق الحميدة وينه أخلاق سوبن لي سيدا حلال ميرتك تواضع ومارت قفك الهس إلى السنة دي صبر كي يدلغاتك احترام أهل العلم التأدب بآدابه آدابت ونايس نمره تقدير أقوالهم وآرائهم علماء القدرية وقول القضية رأي وضغاته والله يعرف ونسك عام بحين بالتهاون بالفرائض وترك السنة قف كتك صلاةها ومارتس فرائض كتك سنة تنفضي تصدق سودون كيالا ونسنهين ألا يشتهر بالمعاسي والفسوق وسوء الخلق قفك ونسك عام بحين معسدة إيا فاسق النمضة إيا دقن حمضة ذاتك نوع عاسو كلاتاء إن القرآن كفسيران كمها بونا فإن مثل هذا لا يليق منه أن يتناول تفسير كلام الله تبارك وتعالى ذاتك نوع عاسو كلاتاء وحلق برنا ما نقول كلاتاء وحلق برنا مالك وينو قف كانوا وينو يقف سفوين كاوناكسين لي وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي شاكتين وينو قف كانوا كسفوا بعد غمضة نوع عاسو كلاتاء سفوين كاس أهان كهالين أن شاكين هذا أخلاق ده وناسين بكبيري قف حارانت عنا ما تفسير بكو آخرين كرا نعم قف أن تواضع على هنا متكبر وإسقاط قاري ما تفسير بكده يسين كرتا ما قف أن تحمل بلاهين أو لغيا بقى المير هذو كو قليون لما نعرفك يسوق جيو أن صبر يدرقات بلاهين وحالة قبران كرا ما لا ما بيستاهله قف أن أهل العلم احترام لصعية احترام أهل العلم وامهم شيخ هذا وحكبر تبع ما يحترم تيد وغادت كبرت ما علي كان يروح كسوبر باحترامي ميس انا ترى بسم الله ما كبر ميا صعميا كان اكفر له او معناها ان الخبر ميسو كي اساغه واخ سوبر ما احترام صدرادت احترامك معلمك هذا وحكبريا وحو دونا ما حكبر ايه هذا تفسير بينه كجنا لكن وحو دونا ما حكبر اردايو يا اردايري غبري ويلو وحو دونا ما حكبر ايه قف وحكبريا احترامته يا كان حتى وحكبريني ددك ووينه مسلمين تن احترامته ودين احترام أهل العلم والتأدب بآدابه تدك علمك كبري أو معلمك قوة وحكبرنا سنة آداب تصوبا كقارو والتقدير أقوالي مركو قدري مركو دينات قدري سوا مهم قف هذا أحبك قدرين كقدرين أحبك قدرين ومعلمك سي قدرين وشيخ سي قدرين وكي واحد صوبر قدرين وقولك سو قيمة وفردين تفسير ما كقارن كرتا ما يعدك أنا هدو بلد رب قولي يهوي وكاس ترك السنة وعميشة سوا مهم التهاون بالفرائض gurugu isaga tukada salka ma aado sunnada nadan kamale wuxuu ku caan baxay macsiida iyo faasiqnimada kuwaasna wax laga baran maayo ayo alixo wala qawaat in su'aalaha darsiga insha Allah ta'ala baynu ku xigi doona arif at-tafsir luqatan wa shar'an tafsir qih luqatan wa shar'an ana qihdaw uktub thalathatan min shurud al-mufassir sadah ka qor shurud qofka mufassirka hal yajus ma banaanta tafsir al-quran al-karim bi ghayri ilm dalil ma taqul quraanka afka in la galo أظن أقول هين القرآن كفسرته ما كوبنا أنت دليلك يا نحلي هذا هات هاي جوابته دليلك ما هذا تانا دليل ما تقول ما حكم من فسر القرآن برأي قف القرآن كرأي جيس كفسره مسك على سويه كسر دعية هوديس سأل الله سأسأل أولئك كاتو قف كفسر القرآن ك ترى قف كسبحون غني ها حكم كسبحون غني قف كاس ها حكم كفكر أنا قال وياه لسه بودي يا كافر وي لكن كيف فكر حكم كسو قف كسو صار حكم كسو هل نقبل مقاضنا إنا نحن كأهل السنة والجماعة دار المسلمين هاي مقاضنا إنا تفسير أهل البدع كالمعتزلة والجهمية جهمية المعتزلة وحالا متك ما كقاضنا إنا فرق ضالة ما كقاضنا إنا تفسير كودا مقاضنا إنا مس قاضنا ما إنه أنتاس بالساكي إن شاء الله تعالى عشر كين تفسيرك عشر كيس الله بعضه بلالك هينو كتشو يقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.